عايز اقول لحضرتك اذا جرى تعليق الحج هذا العام، محدش عارف يعني، بس انا بقول لك هذه لن تكون المرة الاولى في تاريخ الاسلام على مدار قرابة ال 15 قرن، هتبقى المرة 41 حيث جرى تعطيل الحج على مدار قرابة ال 15 قرن 40 مرة قبل كده. دقائق وهعرض على حضراتكم تقرير مثير جدا ومهم عن الأربعين مرة اللي ما حجش فيها المسلمين، أسبابهم إيه؟ ما لازم تبقى عارف ده، لأن أنت وارد تقعد تقول الله ده أنا أول مرة والحج زي ما نحجش ولم يحدث في تاريخ الإسلام. لا، هنقول لك إن في تاريخ الإسلام ده في منهم 10 سنين ورا بعض، 10 سنين ورا بعض يا مؤمن ما فهمش حج. ما الكلام ده لازم تبقى عارفه. يعني انت زعلان على ان في جوامع تم رفع الصلاة فيها، هو مش تم رفع الصلاة، هو منع التجمعات، تطلع صلاة، تطلع فرح، يطلع كنيسة، قداس، دار مناسبات، هو كده ممنوع، والحج من ضمن التجمعات. فانا عايز اقول لك، ودي معلومة ليك كمسلم تبقى عارف، لو جرى تعليق الحج هذا العام هيبقى ده المرة 41. تاخد رأيي كده وأبصيلك حاجة يعني، يعني هيبقى في حج هذا العام، بس ممكن السعودية تقول لك لا مش عايزة ناس من برة، وتحدد عدد معين رمزي كده يعني 1000 واحد وتنسق لهم الشعائر، علشان ده ما يبقاش جرى إيقاف الحج فورا. ده ممكن يحصل، بس عايز اقول لك برضو ده حصل قبل كده. انتظر التقرير ده وهخليك تتفرج عليه وانا بطلع فاصل، بس عايز اروح لحاجة مهمة جدا. الراجل بتاع الدكتور شريف عزة، هتقولنا يا شباب على التليفون، ده رئيس شعبة الاجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بيقول لك احنا ما عندناش قدرة لانتاج او تصنيع اجهزة تنفس صناعي، وان احنا علشان نصنع احنا محتاجين 8 شهور. الله 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 الله، ايه الكلام ده؟ هو الراجل ده اول ما قال التقرير ده، مع احترامي ليه الدكتور شريف عزت، خلى الفار يلعب في عبي. يعني ايه؟ قال لك اصل احنا بنستورد من الخارج، بنستورد من الخارج. وبيقول لك عندنا قرابه 4000 جهاز تنفس صناعي. طب 4000 جهاز تنفس صناعي يكفينا؟ لا قدر الله لو وصلنا ل1000 وال2000 وال3000. طب مين قال لك ان جهاز تنفس صناعي هيروح لمرضى فيروس كورونا بس؟ لا، ده هيروح ايضا لمرضى امراض اخرى هيحتاجوها. انا الموضوع ده لازم نحسمه ونشوف، خاصه ان الشباب في جامعه زويل اعلنوا على قدرتهم على تصنيع جهاز تنفس اصطناعي قبل الرعاية المركزة. ده طلع ان في جهاز خاص بالرعاية المركزة وجهاز قبل الرعاية المركزة. معايا دكتور شريف عزت، رئيس شعبة الاجهزة والمستلزمات الطبية. يا دكتور شريف ازيك الاول؟ لا صوتك بعيد قوي. لا انا صوتي قريب. طيب زي حضرتك. الله يخليك، الله يخليك. يعني ايه احنا عندنا صعوبه في تصنيع اجهزه تنفس صناعي داخل مصر وانها تحتاج 8 شهور، ليه 8 شهور؟ حضرتك من ناحيه الديزاين او توصيف الجهاز والرسومات بتاعته والحاجات دي كلها متوفره، وعندنا ناس هنا هو في مصر ما شاء الله مهندسين اجهزه طبيه خريجين كليات هندسه على مستوى عالي جدا جدا من التكنولوجيا، وعندنا امكانيات رهيبه في التكنولوجيا. في مشكلتين في الجهاز دوت. المشكله الاولانيه هي مكونات الجهاز، مصدر مكونات الجهاز ايه. احنا ما عندناش مصر مصانع او مصادر لمكونات الجهاز من صمامات او مواتير او الكترونكس او غيرها. والمشكله الاخرى الاكبر هي الاختبارات على الجهاز. الاختبارات على الجهاز ده مصنف عالميا كلاس 3. كلاس 3 يعني غير مسموح لي بالخطأ فيه. بمعنى النهاردة كل كلاس 1 وكلاس 2A و2B وكلاس 3
لما بيحصل الارتفاع في الكلاس دوت بيخلي الجهاز شديد الخطوره. انا يسمح لي بالخطا بلس او ماينس 10% في كلاس 1. كلاس لا انا مش عايز مصطلحات علميه، انا مواطن بسيط على باب الله. انت بتقول لي هناخد 8 شهور عشان نصلح في الديزاين، لو في خطا 1% في التصميم او تشغيل هذا الجهاز بيؤدي للوفاه مباشره. خطا 1%؟ 1% هو بيسبب الوفاه المباشره. الجهاز ده مش جهاز علاج، الجهاز ده جهاز للحالات المتاخره فقط. هقول لحضرتك حاجه، انت لو عندك 3% بيتسبب المرض 3% والوفاه، معنى كده ان كل 10,000 واحد في 300 بيتوفوا. كل 10,000 مريض بيدخلوا المستشفى في 300 بيتوفوا. ال 300 دول بيحتاجوا جهاز التنفس الصناعي. كلهم ال 300 دول بيدخلوا على جهاز التنفس الصناعي، يخرج منهم 6 يرجعوا الحياه والباقي كله بيتوفى. طب ال 4,000 جهاز اللي موجودين حاليا في مصر دول يكفوا مصر ال 100 مليون؟ يا فندم لا طبعا. يكفوا 100 مليون ازاي؟ انا قصدي النسبه والتناسب، كم مريض من ال 100 مليون وهل الاجهزه دي تكفي؟ محتاجين نستورد؟ طب ما العالم كله دلوقتي بيجري عشان يصنع. اللي يحتاج الجهاز 3% من المرضى. لو عندك مليون مريض يبقى انت محتاج 30,000 جهاز. الجهاز الواحد استثماره، او خلينا في المثال اللي انا قلته لحضرتك، لو انت على ال 300 واحد اللي هم اتحطوا على الاجهزه دول، 6 منهم عاشوا و300 رجعوا تاني. استثمار ال 300 جهاز فوق ال 100 مليون جنيه. لحظه، احنا محتاجين ايه حالا عشان نعمل مصنع اجهزه تنفس صناعي؟ يا فندم يتعامل، اهلا وسهلا، بس محتاج مصدر للكومبوننت للمكونات، ومحتاج اختبارات. اختبارات جزء منها في مصر وجزء منها بره. الاختبارات تاخد وقت قد ايه؟ وهل احنا عندنا كفاءه لاجراء مثل هذه الاختبارات ولا هيبقى في خطا 1.3%؟ انا هقول لحضرتك، هذكر ليك اختبار واحد. اختبار دوت هو ان الجهاز يتحط في الكوبس لمده 24 ساعه لمده 30 يوم، وبعد كده يتعمل له معاينه. يعني انت النهارده بعد ما عملت الجهاز وكل حاجه وقلت انا جهزت الجهاز، احد هذه الاختبارات اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. فما ينفعش النهارده الموضوع ما هواش فيه يعني حد يتطوع ويقول انا هعمل الموضوع وياخدها بجدعانه يعني. طيب احنا البديل الوحيد امامنا هو الاستيراد، صح كده؟ لا، في بدائل كتيره جدا الحمد لله. احنا عندنا الدوله بتقوم بدور، وفي ناس بتقوم بدور اجتماعي، وفي لا انا اسف بس الجمل دي انا مش فاهمها، يعني ايه الدوله بتقول بدور وناس بتقوم بدور اجتماعي؟ انا بتكلم على اجهزه التنفس الصناعي. الدوله بتبحث في كيفيه تصنيع هذا الجهاز في اسرع وقت. عندنا كفاءة تسمح بهذا التصنيع؟ عندنا كفاءات وعندنا كل حاجة. المشكلة مش هنعمل نسبة خطأ تموت الناس؟ الموضوع ما هوش متروك لأي شخص انه يقول انا عملت الحاجة دي ولا عملت. دي اختبارات بتتعمل في معامل معتمدة، فما فيش واحد يقدر يقول انا عملت الجهاز ويلا شغلوه. محدش يقبل في الحاجات الطبية. معلش انا عايز حضرتك على التليفون علشان معايا دكتور ايمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، وبيقول احنا عندنا قدرة لتصنيع اجهزة نماذج اجهزة تنفس قبل العناية المركزة. دكتور ايمن الشبيني ازيك الاول؟ مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور شريف. طيب اديني فكرة، انت تعرف دكتور شريف؟ انا استمعت الحديث وشرفني طبعا. طيب استمع لي، اديني فكرة عن مشروعكم، انكم قادرين على تصنيع اجهزة تنفس صناعي قبل الرعاية. يعني ايه قبل الرعاية؟ النوبولايزر؟ طيب يعني؟ اولا انا بحب اشكركم على المداخلة دي، وانا بتفق مع الدكتور شريف طبعا في النواحي العلمية من حيث المواصفات العالمية ومدى مطابقة الاجهزة لمعايير دولية تضمن امان وسلامة المريض. احنا طبعا زينا زي كل دول العالم دلوقتي بنعاني مشكله حقيقيه
وهي توفير أجهزة التنفس الصناعي. مدينة زويل بدأت تبني أفكارها بناء على تصميمات عالمية إن إحنا نعمل نماذج لأجهزة التنفس الصناعي ما قبل مرحلة العناء المركز. أوكي. الفكرة إن في الغرض منها إن إحنا طبيعي إن ما يبقى في مريض وبينتقل عن طريق الإشعاعات وخلافه بيعتمد على وجود بالون تنفس يدوي. معايا يا فندم؟ نعم. لا، وبعيدا عن التفاصيل الفنيه المعقده اللي المشاهد البسيط مش هيقدر يلم بيها، بس هل هذا الجهاز يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا ولا لا؟ يا فندم، هو طبعا الجهاز مش مصمم للعلاج، حتى البنتليتورز الموجوده على اعلى مستوى هي بتساعد المريض لتخطي مراحل حرجه، زي ما الدكتور شريف وضح ان المرحله الحرجه دي بيحتاج فيها المريض لوجود جهاز يساعده على التنفس. في المرحلة قبل دخول العناية المركزة عندنا مشكلة كبيرة جدا ممكن نفقد فيها المريض بمنتهى البساطة، طبعا لقلة عدد أجهزة التنفس الصناعي الموجودة في على مستوى العالم، حتى في أمريكا دلوقتي اللي حضرتك مدرك المشكلة، وفي مصر على وجه الخصوص احنا عندنا شورتج كبير جدا جدا، فاحنا بنحاول ان احنا نوفر أجهزة تخضع لمعايير دولية، لكن لابد من اختبارها بشكل ما. هذه الأجهزة بتوفر المساعدة للمريض على التنفس في الأوقات للتخفيف من حدة المشاكل. قدرتكم كجامعة زويل إنتاج كم جهاز؟ احنا يا فندم لسنا جهة إنتاجية، احنا جهة بنصمم نماذج طيب بنتم اختباره، بنتحدد بناخد كل المعايير سواء التحكم في نسبة الهواء، علاقة ده بالشهيق والزفير، دراسة ضغط الرئة والأمور اللي هي المتعلقة الفنية اللي الدكتور شريف أشار إليها، ونبدأ نصمم الجهاز ونعمله نعمل منه بروتوتايب. إحنا عندنا دلوقتي 2 بروتوتايب وفقا لمعايير دولية لجهاز ما قبل العناية المركزة اللي هو برضو تاني بيساعد على التنفس الصناعي ويقدر يساعدنا في إنقاذ المريض بتكاليف وخامات بسيطة جدا محلية، معظمها محلية. طبعا المفروض الأجهزة دي بتخضع بيبقى لها نموذج صناعي وبتمر باختبارات زي ما الدكتور شريف وضح، وبناء على انها بتجتاز هذه الاختبارات بتبقى سيرتيفايد انها يتم اعتمادها بشكل اساسي. من ضمن الأجهزة دي يا فندم احنا بنعمل جهاز حاليا بالتعاون مع جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعانا شريك صناعي كبير جدا من مش هقدر بس أقول عشان الدعاية على التلفزيون، شريك صناعي مصري وطني مخلص متبني النموذج الثالث، وده ثالث نموذج من النماذج اللي متقدمة بيها مدينة زويل. النموذج ده معتمد دوليا، معانا النوهاو بتاعه بالتعاون مع الجامعة الإلينوي في الولايات المتحدة، وهيتم تطبيقه بنسبة كبيرة جدا في أقل وسعره هيكون أقل 70%. هتابع مع حضرتك دكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، هختم مع دكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات. أخذ منك تعليق أخير دكتور شريف، هل ممكن الاستفادة بما قاله دكتور أيمن الشبيني من جامعة زويل؟ طبعا أكيد، هو الدكتور أيمن مشكور أوضح إن عندهم الديزاين، وزي ما قلت لحضرتك الديزاين موجود في اماكن اخرى وفي جهات بحثيه وفي جامعه القاهره قسم الهندسه الطبيه وفي جامعات مختلفه، وموجود دلوقتي بيتم بحثه في هيئه الانتاج الحربي وفي اماكن وفي الهيئه العربيه للتصنيع وفي مراكز اخرى. المشكله كلها خاصه تخص المكونات وتخص الاختبارات. احنا مش مختلفين خالص، عندنا الامكانيات، لكن للاسف الموضوع هياخد وقت. هياخد وقت، هنظل عايشين بال 4000 جهاز تنفس صناعي الحاليين. لا، هو في حضرتك زي ما قلت في مبادرات، في عندنا حوالي 500 جهاز للاسف كانوا بايظين، فاحنا بنصلح هذه الاجهزه. تم التعاقد على حوالي 500 جهاز تانيين من الخارج، الدوله نجحت من خلال الهيئات المختصة لشراء عدد من الأجهزة يكفي عدد من المرضى في حالة تفاقم المشكلة. لكن في الآخر لازم يكون واضح إن الجهاز دوت ما هوش جهاز علاجي، الجهاز ده بيتحط عليه العيان في آخر المراحل
و20% من اللي بيتحطوا على الجهاز دول هم اللي بيرجعوا فقط. اشكرك دكتور شريف عزت، رئيس شعبه صناعه الاجهزه والمستلزمات الطبيه باتحاد الصناعات. اجمالي اجهزه التنفس اللي عندنا في مصر 4000 جهاز، عندنا 500 جهاز منهم عطلانين بنصلحهم. مصر بعتت تستورد 500 جهاز اخرين، هيبقى اجمالي اللي عندنا 4500 جهاز. التنفس الصناعي ده او الاصطناعي ده بيتحط عليه المريض المرحله الاخيره اللي هي قبل الوفاه، 20% منهم بيرجعوا، يعني يرجعوا الحياه، 80 بقى بيسافروا وبيقابلوا رب كريم. مهم جدا نبقى عارفين مدى الاستعداد الطبي او المستلزمات الطبيه في بلدنا خلال هذه الفتره، معلومات لازم تبقى انت عارفها.